دايما يا مولانا خامة صوت العريضة يقال ان هي أداة طياعة، يعني يقدر صاحب هذه الخامة، واعتقد ان حضرتك برضو من اصحاب خامة صوت العريضة، يقدر يقول كل المقامات، يقول كل الجوابات بمنتهى الأريحية، مفيش مشكلة. لكن اللي صوته رفيع مثلا او ضعيف، ده ما يقرأش قرآن؟ لا يقرأ. ما هو سيدنا الشيخ عبد الباسط كان من الأصوات الحادة، ومع ذلك يعني رجل نشر القرآن في ربوع العالم، وأكثر الناس تأثروا بسيدنا الشيخ عبد الباسط. لكن أنا بقول لحضرتك المساحة الصوتية تقاس من القرار إلى الجواب، فكلما كانت المساحة واسعة كلما حضرتك تحركت في هذه المساحة بحرية، لكن كلما كانت المساحة ضيقة من منطقة القرار إلى منطقة الجواب، منطقة ضيقة، فبيكون التحرك فيها صعب جدا. فأصحاب الأصوات العريضة دائما بيشبعوا الأذن بقراراتهم، وكما أن الجواب يمتع ويشبع، فأيضا القرار يمتع ويشبع. ولذلك يعني احنا بنعتبر القرار هو أرضية الدخول إلى الجواب. وكانوا دايما يعلمونا من لا قرار له لا جواب له، اللي ملوش قرار ملوش جواب. لكن كلما كان قرارك عريض كلما كان لك جواب وجواب الجواب. لكن الصوت الحاد دائما تجد أرضيته في القرار ضيقة جدا، فغير مشبعة للأذن. لذلك تجده لما بيبدأ من منطقة عالية، يعني بدل ما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي دليل على إن عنده قاعدة قرار كويس. لكن التاني الحاد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتجده دخل في منطقة تقارب منطقة الوسط ويزيد. شهر الصيام على الأيام قد فضلا، حقا وفيه كتاب الله قد نزلا، طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر في وليلة القدر فيه الإله فضلها عن ألف شهر، وفيها الخير قدر.